جميل. أخ يوسف يسأل يقول: عندنا في الجزائر كل عام في هذا الوقت تقوم جماعة تنتسب إلى الصوفية بإقامة ما يسمى اليوم بالزردة أو الوعدة على روح فلان المتوفى، يقومون بذبح الأضاحي وقراءة القرآن والحضرة الصوفية وهلم جرا، ما حكم هذا في الشرع؟ بالنسبة للصدقة عن الأموات لا خلاف في وصولها، من سواء كانت ذبحا أو لحما، أو اشتروا لحما من السوق، أو اشتروا طعاما وتصدقوا به عن فلان، فإنه يصل إن شاء الله تعالى إن كان فلان من المسلمين. وأما ما يتعلق بقراءة القرآن ففيه خلاف، فمذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا يصل، وهذا الأصل، لأن الله قال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقد جاء في أربعة مواضع من القرآن: لا تزر وازرة وزر أخرى. وعند أقصد عفوا قلت عند مالك والشافعي لا يصل، أما عند أبي حنيفة وأحمد فإنه يصل قياسا على الحج والعمرة ونحو ذلك، الصدقة. وعموما فإن ذلك لا بد أن يكون أيضا على الوجه الشرعي، بأن لا يكون فيه ابتداع ولا تقديس للموتى ولا طواف بالقبور ولا التماس ما لا يقدر عليه الأحياء ولا الأموات من المساكين المخلوقين الموتى، فهم يحتاجون إلى من يتصدق عنهم ويحتاجون إلى من يدعو لهم، ولا يستطيعون أن يقدموا أي نفع للإنسان. نعم.